السلام عليكم. وانا بتكلم مع حضراتكم النهارده خلينا نشرح اللعبه الخطيره اللي بتقوم بعض دول الاتحاد الافريقي بلعبها النهارده. اتحدث طبعا بالاساس عن اثيوبيا. اللعبه دي بتحاول فيها اثيوبيا انها تبعد مصر عن التدخل في المشهد السوداني. هتقول هي مصر بتتدخل في المشهد السوداني، هقول لك محاوله تدخل مصر لحل الازمه السودانيه بعرض دور الوساطه اللي اعلن من 6 ساعات او 7 ساعات. هذا الدور اللي اعلنت عنه مصر واللي لم يرق او لم يعجب كثير من الاطراف الافريقيه. وخلينا اشرح لحضراتكم ايه اللي بيحصل بالضبط، لانه النهارده بحكم انك دوله متضرر مما حدث في السودان، يعني مصر كدوله ليها قوات مع ميليشيات الدعم السريع، حتى الان لم يطلق سراح هذه القوات. والنهارده ميليشيات الدعم السريع بتحتجز القوات المصريه، حتى بعد خروجها من قاعده مروي الجويه لازالت الميليشيات تحتجز قوات مصريه لديها رغم تعهدها بحفظ امن وسلامه هذه القوات. ونزل فيديو للقوات المصرية لدى ميليشيات الدعم السريع في قاعدة مروي الجوية. اعتذر رئيس هذه الميليشيات محمد حمدان حمدتي وقال انه ما كانش هناك نية لنزول هذا الفيديو، وانه ايضا الفيديو ده نزل عن دون قصد، واعتذر تقريبا عن نزول هذا الفيديو. ولكن اعتقادي الشخصي انه الحديث بيكون شيء وعرض الامر بيكون شيء، دي محاولة اهانة علنية لقوات مصرية على أرض سودانية، وهذه الإهانة تستحق الرد. الرد المصري نتمنى أن يكون قاسي في هذه المرة. لكن أرجع لحضراتكم في الموضوع المعقد جدا. أنا بتكلم على اتصال هاتفي تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي من رئيس جنوب السودان سيلفا كير ميرديت. هذا الاتصال لما تلقاه عرض دور وساطة من مصر وجنوب السودان لحل الأزمة بين الأطراف المتنازعة. جنوب السودان لها علاقة بميليشيات الدعم السريع علاقة جيدة، ومصر علاقتها بالجيش السوداني علاقة جيدة بحكم انه قوات سودانية بيتم تدريبها على ايدي مصرية، وكتير حصل زيارات لمصانع حربية مصرية من قبل قيادات عسكرية سودانية. ودايما مصر كدولة بتسعى لتعزيز قوة الجيش السوداني، وده اللي ما بيفهموش كثير من السودانيين. مصر كدولة حريصة على قوة ووحدة السودان، واي دولة تساوي بين الجاني والضحية وتساوي بين ميليشيات وجيش وطني اعرف انها دولة لا تريد استقرارك في الداخل السوداني. وبالتالي بأكد لحضراتكم الرد لازم يكون قاسي، والرد ايضا لازم يكون قاسي مع كل سوداني ساند ودعم هذه الميليشيات. لان النهارده انا بتكلم مع حضراتكم على سودانيين بيريدوا او كان سعيهم لاحتجاز القوات المصريه وايضا الشماته في هذه القوات. وانا بقول لحضراتكم انتظروا الرد قادم. اللي حصل ان مصر عرضت دور وساطه وعده بنود كانت مبادره تهدئه مصريه او مبادره مصريه للتهدئة في السودان. المبادرة مكونة من 6 بنود تقدمت بها مصر، وكانت قناة العربية قامت بعرض هذه البنود الست اللي فيها تهدئة الوضع وعودة القوات لسكناتها سواء في الجانب ده او الجانب ده، وحتى ان اقتضى الامر تدخل يعني جهات محايدة للاشراف على عملية التفاوض بشأن هذا الامر، والاشراف ايضا على رؤية انسحاب القوات وعودتها لسكناتها. المبادرة المصرية عرضت على الاتحاد الافريقي، وعرضت على الاتحاد الاوروبي، وعرضت على الامم المتحده، وطبعا عرضت على الاشقاء. المهم بعد اطلاق المبادره المصريه وبعد السعي المصري لاحداث التهدئه في السودان، اتفاجئنا باخبار بتخرج من منظمه اسمها الايكاد. منظمه الايكاد منظمه تعتبر فيها 8 دول. المنظمه دي تاسست سنه 1986، كانت بدايتها 6 دول. في سنه 1996 اصبحوا 8 دول، تغير اسمها. المنظمه فيها دول زي اثيوبيا، اريتريا، السودان، جنوب السودان، اوغندا، كينيا، وعندك جيبوتي، وعندك الصومال. الهيد كوارترز او مقر قياده المنظمه موجود في دوله جيبوتي. وبالتالي النهارده انا بتكلم على طرح بعد المبادره المصريه فورا. طبعا حينما تتحدث عن الايكاد فتحدث على ان فيها اثيوبيا. طرحت من قبل المنظمه وساطه بارسال رؤساء 3 دول من المنظمه. بتحدث عن رؤساء، افتكر منهم كينيا، افتكر منهم ايضا جنوب السودان اللي كان بيتحدث مع مصر هاتفيا واللي طلب مصر هاتفيا للتدخل في الامر ومعالجته، وافتكر ايضا يعني رئيس اوغندا او حتى اريتريا، واحد منهم. المهم 3 رؤساء من المنظمه. هتقول لي ليه اثيوبيا لم ترسل او لم تقوم بيحصل ان وفد منها مثلا او رئيس اثيوبيا، انا بتكلم على رؤساء ل3 دول، ليه مش منهم اثيوبيا؟ هقول لك انه احيانا بيكون المحرك للامر غير ضروري وليس بالامر الجيد انه يظهر في الصوره. يعني انت ممكن تكون بتشعل الامور وبتحاول لك تضاهي وتضاد طرف معين، لكن ظهورك في الامر هيفسده
وبالتالي عدم ظهورك هو بيكون الشيء الإيجابي أو الشيء اللي فيه بتخدم مصالحك، لأنك بتكون المحرك دون أن تتحدث على أنك المحرك علنا. رقم 2، خد الموضوع مش بس كده، التحركات المناهضة لمصر عشان تعرف أنه بلدك ليها تحديات جسام. أنا بتكلم مع حضراتكم في أعماق القضية، بتكلم مع حضراتكم في لعبة الشطرنج السياسي، بتكلم مع حضراتكم في اللي محدش هيقوله لك. المهم النهاردة وأنا بتكلم في الموضوع ده، حصل كمان أن هناك تحرك أفريقي. موسى الفقيه رئيس الاتحاد الأفريقي تقدم أو عرض أنه يذهب، وقرر كمان أنه يذهب للسودان، وبالتالي تحرك الاتحاد الأفريقي. موسى الفقيه ده رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي. إذن التحركات اللي بتحاصر الدور المصري، تحركات من منظمة الإيكاد اللي فيها 8 دول من بينهم إثيوبيا، وتحركات من الاتحاد الأفريقي اللي عرضت عليه التهدئة والمبادرة المصرية واللي كان شايفها، ورغم كده تحرك الاتحاد الأفريقي لحل الأمر بعيدا عن المبادرة والهدنة أو الوساطة المصرية. تحرك الاتحاد الأفريقي، طب حضرتك تعرف مين رئيس الاتحاد الأفريقي؟ أعتقد كتير مننا ما يعرفش أن جزر القمر هي الدولة رئيس الاتحاد الأفريقي من فبراير 2023، وده معناه ان انت امام دور مهمش لرئيس الاتحاد الافريقي، والدور بيكون بقيادة الدولة او بسعي الدولة اللي فيها المقر الخاص بالاتحاد الافريقي والمفوضية الخاصة بالاتحاد الافريقي. لعبة معقدة جدا، لكن لما تيجي تبص على وضع مصر في هذه القضية ووضع مصر في الموقف السوداني، مصر متضررة جدا جدا من المشهد. وخلاص اقول لحضراتكم ان انت ليك قوات موجودة في السودان، هذه القوات محتجزة من قبل ميليشيات الدعم السريع، لازالت حتى الآن لم يترك سراحها. وخد بالك انت بتتحدث عن مشكلة ما بين سودان او ما بين جيش سوداني وما بين ميليشيات الدعم السريع. ما علاقة القوات المصرية المحتجزة بهذا الامر؟ ولماذا تم احتجاز القوات المصرية من قبل هذه الميليشيات؟ ايه الداعي ان انت تدخل مع مصر في طرف هذا النزاع؟ خلونا لحضراتكم كمان انه المشهد السوداني المعقد في ان السودان كدولة فيها 8 قواعد جوية. الثمان قواعد دول أقوى قاعدة جوية فيهم هي القاعدة اللي كانت موجودة فيها القوات المصرية اللي هي قاعدة مروي. عندهم قواعد أيضا زي قاعدة كنانة وقاعدة الأبيض وقاعدة وادي سيدنا. قاعدة وادي سيدنا هي تاني أقوى قاعدة، لكن زي ما بقولك هم 8 قواعد. قاعدة مروي ليها أهمية استراتيجية مهمة جدا، بتبعد عن الخرطوم من أكتر من 300 كيلو، وبالتالي مهمة جدا إن كانت هذه القاعدة تكون تحت سيطرة الميليشيات ولم تنجح. لكن لما الميليشيات انسحبت من القاعدة لم تنسحب إلا ومعها القوات المصرية، وأخذتها إلى مكان لا نعلم أين هو الآن. ممكن القوات المصرية أو الجيش المصري يكون عارف مكان القوات المصرية المحتجزة، وممكن كمان خلال الساعات القادمة نسمع أخبار في هذا الشأن. ولكن واضح جدا أن المشهد السوداني بتدخل في مصر كدولة مجاورة، طبيعي جدا أن أي توتر بيحصل في دولة مجاورة ليك أنت بتكون متورط فيه بالضرر، يعني الضرر بيحصل عليك كدولة مجاورة، وبالتالي ده بيحصل ان هناك ممكن لاجئين يأتوا الى مصر، ممكن كمان تضرر للقوات المصرية اللي موجودة في السودان، ممكن كمان ناس تبث فتن وشائعات، وايضا يعني حديث سوداني غير مدرك لحقيقة الامر. وخلينا اقول لك للأسف اللي بيحصل في السودان هو ان صوت العقل صوت غائب جدا وصوت بعيد يكاد انه يظهر، وانه صوت عدم الفهم والغباء السياسي هو الصوت اللي بيظهر على الساحة. غريب جدا انك تجد مواطن سوداني يتضامن مع ميليشيات تحارب جيش بلده. يعني انت حط الامر في ذهنك كده، اي دولة في العالم فيها الكلام ده؟ اي دولة في العالم فيها ان مواطن يتضامن مع ميليشيات تحارب جيش بلده؟ هذه الميليشيات من داخل البلد، ولكن هي بتحارب الجيش الوطني للدولة. رغم كده هناك من يدعم ويساند هذه الميليشيات من الشعب السوداني ومن المواطنين والشباب السوداني. خلال لحضرتك ان السودان كدولة بتدفع ثمن عدم الفهم والادراك من قبل كتير من السودانيين للمشهد وحقيقة الموقف، وايضا زي ما قلت لك صوت العقل الغائب. السودان كدولة كمعلومة ممكن حضرتك تكون عارفها، السودان كدولة فيها خير مش موجود عندنا في مصر، وفيها خير مش موجود في دول عربية كتيرة. من الخير ده مثلا ان 40% من التربة الصالحة للزراعة موجودة فيه من كل الدول العربية موجودة في السودان. من الخير اللي موجود في السودان ان عندهم كم مياه لا يضاهى، أكبر دولة عربية فيها كم مياه وسقوط أمطار في العالم العربي كله، 433.5 مليار متر مكعب سنويا بيسقطوا أمطار على السودان، سواء بتكلم على أمطار أو بتكلم على مياه نهر النيل الأبيض ونهر النيل الأزرق. ورغم كده الوضع متوتر في السودان، ورغم كده السودان لا يستفيد بثروات، ورغم كده بيحصل انقسامات داخلية في السودان. اللي حبيت أوضحه لك في هذه الحلقة أنه هناك مخطط وهناك تحديات بتجابه السياسة الخارجية المصرية، وان دولة زي مصر دايما بتحاول انها تقدم الخير لكل الدول الافريقية،
بدليل ان انا بتكلم مع حضراتكم واتكلمت قبل كده عن القمح المصري اللي قدمته مصر للسنغال. شوف احنا كان بيننا وبين السنغال ايه اللي بيحصل، شوف اتعاملوا معانا ازاي في مباراه كره قدم وخرجونا من تصفيات كاس العالم، وكانت مشاكل كبيره تعرضنا فيها لكم كبير من الاذى، ولكن رغم من ده كانت مصر بتمد يدها بالخير للسنغال، ومصر ايضا بتمد يدها بالخير لكل دول القاره السمراء. ولكن مهم جدا ان احنا يكون لدينا موقف ممن يضاد مصالحنا، وممن يحاول انه يقلل او يهمش الدور المصري، وممن يسبب لنا مشاكل في الدول المجاوره زي ما بنشوف كده مما يحدث في السودان. نتمنى اكون وضحت لحضراتكم معلومات قصيره. بشكر حضراتكم جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.